ايه اخبارك ايه؟ انا لقيت كل البيانات اللي قلت لي عليها ورجعت على كل الكشوفات. عظيم عظيم. اهي الحكايه دي بقى يا ستي بنعملها كل اول شهر. بس دي صعبه قوي. هي مع الوقت بتبقى سهله. واي يعني مع تكرار اي بيانات بتبقى موجوده في الدفاتر وتبقى جاهزه. ما اتفضلي حضرتك استريح. لا استريح ايه؟ انا حبيت الشغل جدا ونفسي بقت مفتوحه قوي. طيب الحمد لله. احنا سعداء جدا بانك هتشتغلي معانا. اظن بقى من حقك دلوقتي انك تشربي حاجه خصوصا بعد التعب ده كله. ها تشربي حضرتك ايه؟ لا اعزمك انا بقى. بس ما يصحش. بلاش تخلينا حاسه يا ديف. احنا مش بقينا زمن خلاص. طبعا. على فكره بابا كان بيشكر فيك قوي. الاستاذ عبد المقصود ده استاذي وياما اتعلمت منه حاجات كتير. امبارح كان قاعد بيتكلم مع ماما عليك. تلاقيك شرقت. ممكن اطلب منك حاجه؟ انا تحت امرك. يا ريت ما تعملنيش على اني بنت المراقب العام. حاضر يا ستي. اهم حاجه يا جميله ان ما حدش يقول عليكي انك مسنوده على ابوكي. لازم تعتمدي على نفسك عشان ما يقولوش علينا ان احنا عاملينها جوزه. طبعا يا بابا. طبعا ده ايه؟ والله ما خليتش تستند على ابوها، هتستند على مين؟ نصله ارجوكي دي حاجه خاصه بالشغل. وكريمه فهماني كويس. امال احنا عيناها عندك ليه؟ عشان تحس ان وراها ده. الظاهر اني هسيب الاكل واقوم. احسن. ليه بس يا بابا؟ ما هو مش معقول كل ما اتكلم تروحوا لي الحشره مناخيرها حتى بالشغل. ما اصبحت كده تقولي هات الشغل هنا ارجع عليه. يعني انا بخلص لعبد المقصود؟ لا يا ستي، انت بتتكلمي عين العقل. كريمة. نعم. بعد كده يا بنت اللي يجيب لك شغل تقولي لي استنى لما اخد اذن من امي. الله ما كان. انا عايز الاداره بتاعتنا ينضرب بيها المثل في المصلحه كلها. اذا تم الشغل في ميعاده هخلف لكم مكافآت. لكن اذا بقى حصل اي تسلب، اي اهمال، اي تهاون هتبص ما تلاقونيش. انا مش هتكلم. هتلاقوا استقالتي فوق مكتب. لا الله لا يقدر يا فندم. كل شيء وله حدود. انا طيب لكن لو ضاقت في دماغي هدوس على الوظيفه واقعد في بيتي. وكفايه عليا نلم الاداره. لا تزوير ولا تصاريح ولا جمعيه فئويه. وحلال ثم حلال. اسال على اي واحد تقولوا لي ده بطوله الميه. عارفة يا كريمة؟ أنا بندم على كل لحظة ضاعت من عمري من غير ما أشوفك فيها. ياما مرت عليا أوقات كنت بحس فيها بالوحدة والحرمان. الحرمان؟ طبعًا. أي إنسان ما مرش بتجربة حب بيبقى أكيد محروم. بس أنا عمري ما حسيت بالحرمان. مش محرومة؟ إزاي يعني؟ لا لا ما تخافش. أنا كنت دايما بحلم وكان عندي أمل إن الحلم ده يتحقق. واتحقق؟ يا دمك لسه بتسألني؟ تبقى جنبي ولسه بتسألني؟ ما دام صرحتيني بقى أنا كمان ما كنتش محروم قوي. المهم سيبك من اللي فات وخلينا في النهارده. وكمان بقى بصراحة أنا ما حلتيش غير مبلغ صغير ورثته عن المرحوم أبويا. كفاية أخلاقك. لعلمك أنا لا عندي أملاك ولا طين ولا حتى عمارة زي دي. أنا عمري ما فكرت إن شريك حياتي يكون عنده عمارة. صحيح. عارف يا سمير الحب هو السعادة الحقيقية لكن العمارة ممكن تقع يا حبيبي. يا سمير عاوز لك حاجه ضروري؟ ايوه خير.
انا بقى النهارده عملت لك كشك بقى صعيدي اللي هو على شويه دمعه متسبكه على حته فرخه بلدي هتاكل صوابعك وراها. مش ده الموضوع اللي كنت عاوز اكلمك فيه. عارف يا سيدي اوضتك اهي لقيت حد فيها، والحمام انا منحت العيال من اي مخلوق فيهم يخشوا. يا اخي مش عاوز انام، عاوز اتكلم معاك. طب والعيال اللي جوه؟ هما يعني العيال هيطيروا؟ لا الفلوس اللي هي هتطير، اللي ما روح العيال لاهاليهم وقول لهم انهم ما خدوش الحصه هخصموهم الحساب. الحصه ب2 جنيه اضرب بقى بكام راس. طب خلاص مش عايز حاجه، مش عايز حاجه، مش عايز. طب خلاص ما تزعلش، ما تزعلش انت. خلاص انا هروح ادي العيال شويه تمارين يتلخموا فيها وبعدين اجيلك. طب افهم بس ايه راس الموضوع بالعربي كده؟ قررت اني اتجوز. مين؟ قررت اني اتجوز. تتجوز مين؟ هتجوز كريم. في الحلال بقى اخلي العيال يروحوا. انت ليه دلوقتي من غير مناسبة؟ طب ده انا روحت العيال وخرجت معاك وعزمتك على الغدا على حسابي. شوف انت دلوقتي كلفتني كم حصة لغاية دلوقتي. راجل انت، انا عايز افهم ايه اللي قالب مخك دلوقتي؟ الشقة. شقة ايه؟ الشقة اللي هتجوز فيها. يا سلام يا سيدي، الشقة موجودة وتحت امرك. موجودة؟ الله. طب وانت يا عبد الرحيم؟ مالكش دعوة بيا. ازاي بس؟ يعني عشان انا هتجوز تقوم انت تتشرد يا عبد الرحيم؟ احترم نفسك، انا عمري ما اتشرد، انا عامل ترتيبي كويس. ايه يعني؟ هتنام فوق السطوح؟ قلت لك مالكش دعوة. المهم دلوقتي تنتهز الفرصة وتروح تطلب ايد كريمة فورا، وقت الشقة يحلها ربنا. ايوه يا عبد الرحيم، لكن يا بني آدم افهمني، ابدا اولا اول خطوه واشبك البيت قبل ما حد تاني يلهفها، وبعد كده نفكر في الخطوه اللي بعدها. اما من ناحيتي انا فاطمن، انا هفضل واقف جنبك لغايه ما ادخلك قفص الزوجيه بايديا. انت بشير يا عبد الرحيم، قلت لك اغسل ايديك يا اخي. ادخل. اهلا يا استاذ سمير. اهلا. اتفضل. انت قلت انك عايز تكلمني في موضوع مهم. خير؟ هو خير طبعا، طبعا خير ان شاء الله يا فندم، خير. بخصوص الشغل طبعا. لا هو في الحقيقه يا فندم يعني مساله شخصيه شويه. شخصيه؟ بخصوص ايه بالظبط؟ هو في الحقيقه يا فندم يعني قررت اني اتجوز. تتجوز؟ ايوه. والله ما شاء الله ما شاء الله. مالك؟ مالك؟ ده جواز استقرار. ألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك في سعادتك. وإيه بقى المشكلة؟ هو عايز سلفي؟ لا إطلاقا، سلفي إيه يا فندم؟ هو في إيه؟ أنا بس كنت يعني طمعان في موافقة سعادتك. موافقتي على إيه بالظبط؟ أستاذ عبد المقصود، أنا جاي طالب من سعادتك إيد بنتك الأنسة كريمة. بنتي؟ بقى نصوم نصوم ونفطر على بصلة. بس السمير مش بصلة يا نصر. موظف ولا مش موظف؟ موظف. يبقى بصلة. أهدا، يعني أنت يوم ما اتجوزتيني فطرت على بصلة؟ ده زمن غير الزمن يا عبد المقصود. أبويا وأمي كانوا فرحانين قوي إن هيجوزوني راجل موظف في الأرشيف، لكن دلوقتي. دلوقتي إيه؟ ولا أقول لك إيه؟ لباخي كمان، لباخي. عايزين نجوز البيت جوازة عدلة. عنده إيه بسلامته؟ كفاية طموحه، أخلاقه، ملف خدمته، وزيادة عن كده أهم مشكلة عنده محلولة. مشكلة إيه؟ الولد جاهز، عنده شقة، وأنا بنفسي رحت زرته وشفتها بعيني. أيوة بس هيعيشها إزاي عبد المقصود؟ إيه اللي ساي؟ زي أي اتنين شباب قدامه حياتهم، والكفاية إن البنت مقتنعة بيه. بس مفيش بس، مش أحسن ما أكون اختار لها واحد ويطمح فلاتي سكري مشبوه بيتاكل في فراخ الفاستا. فاسدة المهم اني ما اكلهاش بنتها. اهلا يا استاذ سمير. اهلا اتفضل يا ابني. العفو يا فندم، اتفضل يا ابني. اتفضل. شو بيهمني؟ انا شغلت مع نفسي وفقدت الموضوع اللي كلمتني فيه. وان شاء الله راي سعادتك يا فندم. انا هقول لك. ان جاء رايي فانت شاب طموح ومجتهد. أم أهلاك
اديها واقول الولد ده يا فندم كله بفضل توجيهات ورعاية حضرتك. انا ما يهمنيش اللي اتجوز بنتي يكون عنده ايه. انا لا يهمني فلوس ولا املاك ولا الكلام الفارغ ده. انا عارف طبعا ان حضرتك ما بتهتمش بالحاجات دي خالص. الا الاخلاق اللي يصب بنتي اشيله فوق دماغي واقف جنبه للنهايه حتى لو ظروفه ما سمحتش. لا انا عامل ترتيبي كويس. انا بقول يعني وحتى رجاله الشقه مش موجوده. انا كفيل اني اقف جنب بنتي حتى ان شاء الله اجيب لها الشقه كمان. للدرجه دي يا فندم؟ طبعا دي بنتي الوحيده ومن وجبي ان اوفر لها واضمن لها كل السبل اللي تسعدها في حياتها. تاكد يا فندم ان هشيلها في عينيا الاثنين بس اطمن الاول. سيادتك يعني موافق؟ انا من حيث المبدا ما عنديش اي مانع. شكرا يا استاذ مقصود، الف شكر. قلت لك ابدا اول خطوه وهي جت صح. انا فرحان قوي يا عبد الرحيم، فرحان قوي يا عبد الرحيم. لا ده انت كنت قلقان وخايف، وهو الراجل ابوها وعد انه هيقف معاك للنهايه وهيديك شقه كمان. يديني شقه؟ مش هو قال لك كده؟ ايوه بس الراجل يعني كان بيبين شعوره من ناحيتي ومن ناحيه بنته. واضح ان الناس دي مستريحه. مش بتقول انه كل ما يزرجن في الشغل يروح مزمجر كده ويقول لا انا ارملك استقالتي واقعد في بيتنا الم ايراد العماره؟ واضح انه مستريح. ايوه يا عبد الرحيم بس عايزنا نقدم لكريمه ولا طمعان في شقه في بيتهم؟ ده مش طمع ولا حاجه. كل اسره بتتمنى الخير لبنتها خصوصا اذا كان عندهم بيت ملك، يعني لا هيدفعوا خلو ولا هيخسروا حاجه. وانت عايزهم كمان يدفعوا لي خلو ولدي؟ ما انا بقول لك ديتهم بس يدبروا لكم شقه. طب افرض بقى ما عندهمش شقه فاضيه. معقول؟ معقول راجل مقتدر زي ده وعنده بيت ملك ودي بنته الوحيده مش هيلاقي لكم شقه؟ ولا يسكنوكوا في شقه زي دي تكون اوضتين؟ معقوله برضه؟ ده حتى لو ما كانش فيه شقه فاضيه عنده في البيت يبني لكم شقه دكاكين. يعني دكاكين ازاي؟ يعني من غير ترخيص. مش عايزين غير دبلتين. لا 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 الحكايه ما وصلتش لحد كده. انا عامل حسابي كويس قوي. انا معايا فلوس. افهمني بس، الفلوس اللي هنصرفها نحطها في شقتنا احسن. شقتنا؟ ايوه نحط فيها الفلوس ونوضبها على ذوقنا. و ماما وافقت؟ على ايه؟ يعني علشان حكايه الشقه يعني. قصدك عشان صغيرة يعني؟ مش مهم، مش مهم كبيرة ولا صغيرة يا كريمة. عبد الله أنا قلت لماما، لا صغيرة ولا كبيرة، المهم إن إحنا يبقى عندنا شقة. أي حاجة بعد كده مش مشكلة. أنا مش عارف أقول لك إيه يا كريمة، مش عارف. ما تقولش حاجة يا حبيبي. قولي، هجيب الدبلتين أنت. دبلتين؟ دبلتين إيه؟ ده أنت حيرتيني يا كريمة. يا حبيبي؟ أنا لازم أجيب لك شبكة تليق بمقامك. لا يا زميلي بس. بس ايه؟ بس ايه؟ ما دام الشقه موجوده هنطلب نفسنا ليه؟ انا انت غريبه. حكمتك يا رب حكمتك. شفت السمك يا كريم؟ حلوه قوي السمكه دي. اتجوزت موظف. مبروك يا عم. مبروك يا كريم. الله يبارك فيك. مبروك يا سلمى. بشير برضه يا عبد الرحيم. اخر اهلا 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 بقولنا مع السلامة. يلا 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 لحقوا. يا سلام يا سلام يا عبد الرحيم، أصيل أصيل قوي عم عبد المقصود يا عبد الرحيم. بس كان نفسي أقول لهم يخلوا أوضة النوم مفتوحة على الحمام وتبقى. ما قلت لهمش ليه قبل ما يمحروا؟ ما عندكش فكرة يا عبد الرحيم. انكسفت يا عبد الرحيم. الله العمال الراجل ما عندكش فكره. عمال طالعين نازلين بالاحمر طوب الاحمر. يلا ابقى اعملها بقى على حسابي ان شاء الله بعد الجواز. اصيل اصيل يا سمير. الله
الواحد لازم برضه يبقى نزيه يا عبد الرحيم. انت عارف انا طول عمري راجل فييس. يا فييس انت بشير يا عبد الرحيم. سمير عايز اقول لك على حاجه بس مكسوفه. مكسوفه؟ مكسوفه من ايه؟ احنا مش اتفقنا ان احنا نصارح بعض بكل حاجه؟ خير؟ اصلي ماما قالت، قصدي ماما وبابا كانوا بيتكلموا مع بعض امبارح. خير؟ ماما قالت ها؟ احنا مش هنجهز. ايه؟ لا احنا مش هنجهز الا اوضتين وصاله بس. وماله؟ هو ده بقى اللي مخليكي مكسوفه؟ احنا كنا هنجهز ثلاث اوض بس، هنوديهم فين ما دام الشقه اوضتين وصاله؟ مش مهم، ان شاء الله حتى تكون اوضه من غير صاله. يعني مش متضايق؟ انا اتضايق؟ ده انا مش عارف اعمل معاكم ايه. ده جميل عمري ما هنساه ابدا يا حبيبتي. جميل ايه يا سمير؟ ايه كل ده وما عملتوش؟ ده انتوا ناقص بقى تبنوا لي عماره. ايه؟ والله ناس يشكروا، حد يلاقي ناس زي دي دلوقتي؟ تصور يا عبد الرحيم، اهل مكسوفين علشان الشقه صغيره. مكسوفين ده ايه؟ ده بس عشان ناس قصدة. هي الشقه كم مطرح؟ زي شقتنا دي تقريبا. اوضتين وصاله. تبقى مش صغيره، كويسه قوي. اللي قول لي، انت شفت الشقه دي؟ لا. لا ازاي؟ ما معقوله ما تشوفش الشقه اللي هتتجوز فيها؟ ده كلام يا عبد الرحيم. بقى اروح للناس اقول لهم شكلها ايه الشقه اللي هتديهاني؟ ده كلام برضه. طب وفيها ايه يعني؟ يعني تجيبهالهم بطريقه ثانيه، تقول لهم مثلا عايز اشوف العفش، الديكورات. لا يلا احراج برضك يا عبد الرحيم، يبقى احراج. مش معقول برضك يا اخي اقول لهم حاجه زي كده. لما يجي العفش على ربنا. وبعدين انا اصلي اللي شاغلني دلوقتي ازاي ادبر اموري عشان اواجه المسؤوليه. ربنا يوفقك يا سمير. عقبالك يا عبد الرحيم. وانت بقى مش ناوي تعملها ولا ايه؟ ناوي كله تمام، بس الاول افرح فيك وامشي في جوازتك. يا جماعه صبروا على النبي، ده احنا قرايب. بقى قرايب انت خليت فيها قرايب. اخرب بيت القرايب. يا شيخ يا شيخ يا روح مصر. اتفضل. عندكم كده ان شاء الله اشربات يا اولاد. ولا اشربات ولا زياد. اختصاره انت هتدفع المحليك ولا ليه؟ ادفع ايه؟ فلوس الميه والمجال الاختصار. هقول لكم ايه؟ قال حتى عمال يهدد وبيني وبين المحكمه. محكمه؟ انا مش هتجوز. يلا يا اخويا ان شاء الله تتسجد بجراحه. اعمل معاهم بس خدمه. اطلع على خير. خش بص الحاجه معاك. اقول لك اوعى. انا دلوقتي تعاكم وكمان عليك هبل. في حاجه بيه؟ لا ما فيش حاجه. الناقصين. اوعى تاني. ما هو ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ مفيش حاجه مفيش حاجه. ما شاء الله ما شاء الله. ايه ما شاء الله. زغرطي يا بنت زغرطي. ازغرط عليك. اه نادي يا ماما زغرط. بس هو السلام عليكم. مرحبا. اهلا يا عريس. اهلا يا عريس. اهلا يا اخويا. اهلا يا باشا. اهلا يا فندم. تفضلوا قاعدين كده. ايه في حاجه ناقصه يا ام كريمه؟ مش تتفقوا هتعملوا ايه؟ اه صحيح، قبل ما ننسى، عندك مانع يا ابني ان احنا نبني العفش للشقه؟ لا يا عمي انا ما عنديش اي مانع طبعا. مش كنا وديناها الشقة مرة واحدة؟ وللأمك يا ستي، هي اللي استغربت إن العفش يجي هنا الأول عشان الجيران تتفرج عليه وبعدين يبني الشقة. وماله يا عمي ما يجراش أي حاجة. خلاص يا ابني اتكل على الله، أنت شوف عربية واطلع بالعفش بالمرة. أطلع بيه فين؟ يروح الشقة طبعًا. طب أنا مش شايف يعني أي لزوم للعربية. الله، عشان تنقل العفش يا ابني. الله، طب ما هو العفش اتنقل هنا والحمد لله خلاص يعني. خلاص؟ أه؟ هو أنت هتتجوز هنا معانا؟ لا طبعا مش هتجوز هنا معاك. انا هتجوز في شقتي انا وكريمه. طب امال ايه الاشكال؟ انا مش شايف فيه اي اشكال. امال في ايه يا سمير؟ ها؟ في ايه؟ مش عارف. ما تكونش مستني الشقه لما تتبيض. البياض مش مشكله. انا عايز اقرا حيطه. اديني الصبر يا رب. استني بس يا ماما. احنا استنى ايه؟ هو عبد الرحيم قال لك حاجه؟ حاجه زي ايه؟ يعني هيقعد في الشقه؟ ما يقعد ولا يمشي. ما هو عارف اني هقعد في شقة تانية. شقة تانية؟ أنهي شقة يا سمير؟ شقة كريمة. شقة اللي فوق. فوق؟ الله. الله. أنتِ مش مفهماني يا كريمة.
ان الشقه اللي عندكم اوضتين وصاله، وانا قلت لك موافق. انا قلت لك ان احنا عندنا شقه؟ لو انت يا بنتي وعدتيه بحاجه. ابدا يا ماما، انا قصدي على شقته. شقتي؟ اهلا، لو انت فاكرني هجوزك عروسه وعليها شقه. قلبت بدم. لو انت فاكر ان البيت ده بيتنا. امال بيت مين يا استاذ عبد المقصود؟ ده بيت شركي يا حبيبي، خمس عيلات مشتركين فيه، وكمان مرهون وعليه قضايا بقى لها ثلاث سنين. بس يا ماما بس. يا بنت بختك يا بنتي، يا فضحتنا قدام الجيران وقدام الناس. انا مالي اي ذنب في اللي حصل ده كله، الموضوع من اوله مزبط. انا عارف حصل سوء تفاهم منيل بستين نيله. لا انا كمان اللي غيظني في الموضوع ده ان حماتي افتكرتني طماع. والله يا ابني لو كان عندنا الشقه ما كنا هنعزها عليك، ده حتى البيت مرهون وعليه مشاكل. اللي غيظني في الموضوع ده كمان حاجه واحده بس. ايه هي يا ابني؟ ليه حضرتك كل ما كنت تزرخم في الشغل تقول انا مش سالتي واقعد في بيت الم الايجار؟ لا وانا ما يهمنيش الفلوس، ولو ما عندكوش شقه انا اجيب لكم شقه. ده كلام طريق لعندك بيت ولا عمرك لميت ايجار حتى. ما خلاص يا ابني هتمسكني على الوحده. لا بس انا بتغاظ بقى من الفشخره الكدابه دي. لا احفظ كلامك يا سمير، كلمه واحده زياده احولك للتحقيق. عم صلي على النبي بقى، صلي على النبي. ما تشدنيش كده، انا لما كنت بكلمك انا كنت واثق ان عندك شقه، وانا كنت فاكرك بتبني لنا شقه. انا بنفسي شايف الفواعليه وهم طالعين داخلين وشايلين القصعه فيها مونه. امال كنت بتبني ايه يا كابتن؟ ها كابتن؟ لا ما كناش بنبني، ده عفشه الماء اللي فوقنا باشت بوشت السقف بتاعنا. يا حبيبي يا حبيبي، كمان السقف بتاع البيت بايش. يا ابني ارحمني، اعمل معروف اعتقني بقى. المهم نفكر ازاي نحل المشكله دي. مش عارف يا عم، مش عارف. انا من رايي انك تقابل صاحبك ده وتشرح له كل حاجه. عبد الرحيم؟ ايوه، تشرح له كل حاجه بالتفصيل وبكل وضوح قبل ما يتخذ اي قرار بخصوص الشقه. لا ما اقدرش انا كمان اروح اقول له اطلع من الشقه يا عبد الرحيم ونام في طراوه. كمان ما اقدرش اقول له انك طلعت هجاص. انا هجاص؟ اسف يا عمي، قصدي ان حضرتك يعني طلعت هجاص. يفرق. يا سلام. اهلا وسهلا يا استاذ عبد الصوت. يا سلام، دي خطوه عزيزه. تحب سيادتك تشرب ايه؟ شاي، قهوه، حاجه ساعه؟ لا 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 متشكر، لا شاي ولا قهوه. بصراحه انا جاي لحضرتك في كلمتين، وارجو انك ما تكسفنيش. اكسفك يا خبر؟ ده انت تؤمر يا استاذ عبد الصوت. يا سلام، ده انا رايح اتصدق. هو بصراحه يا ابني انا مش عارف ابتدي ازاي، بس مش بايدي. انا فجاه كده اتزنقت ولقيت الدنيا اتدربت فوق دماغي. اتزنقت؟ لا معلش، ما احنا كلنا بيحصل لنا الزنقات دي. ها يا عبدو، عاوز كام؟ كام؟ يا سحاب يعني مزنوق في قد ايه؟ لا يا ابني انا مش جاي استلف فلوس. امال جاي؟ سحاب يا حلو، شوف يا ابني انا لو لقيتك في مهمه انسانيه ولو ساعدتني يبقى حضرتك اهم صديق واعز صديق ليك في الدنيا. سمير مهما عملنا ايه؟ لا ارجوك ما تتخضش كده، انا هشرح لك كل حاجه وهموت تقف جنبي وتقبل الظروف. طيب ولما تسيبني الشقه انت هتعيش فين؟ في شقتي طبعا. انت عندك شقه؟ طبعا. منين؟ من مخ نظيف مش زيك مغفل. يا عبد الرحيم انا لما جيت القاهره كنت عارف ان في ازمه سكن، وقعدت ادعبس وكل ما اقرا عن اعلان عن المساكن الاقتصاديه اقدم فيها. يعملوا قرح، ولاجل حظ اخوك النحس ما طلعش فيها. دخت يا ابن السبع دخات على واسطه، وكل ما الاقي واحد مهم اروح ودي ولادي دروس خصوصيه. ايه وبعدين عبد الرحيم؟ بعد الصبر ما طال بقى طلعت في القرعه. يعني ايه؟ عايز الشقه؟ ليه؟ حبيبي 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 عبد الرحيم، انا لا يمكن حنسلك الجنين ده ابدا. اي نعم احنا اشتركنا في الشقه دي سوا وكان المفروض ادفع عليا، لكن ثق تماما يا عبد الرحيم، اول ما ربنا يفرجها انا هقسط كل اللي ليك. ايه بتقول كده؟ ده احنا اخوات يا مغفل. يا عبد الرحيم
في ايه يا سمير؟ طيب 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 اهلا وسهلا. اهلا يا طنط. اهلا بيك. اهلا يا عمي. اهلا بيك يا ابني. اهلا بيك. اهلا اهلا. اتفضل. الف مبروك يا ابني. الله يبارك في سعادتك يا عم. اتفضل اتفضل. ماما. اهلا يا روح ماما. حشتيني. تعالي. طمنيني. والله ما وحشتني البلد والقعده والعيشه الحلوه. ما انت اللي متغرب يا كبدي. اعمل ايه ياما؟ مش عشان الشغل ولقمه العيش. وانت لو اشتغلت هيني مش هتاكل عيش؟ لا هاكل بتاع. الا زي سمير صاحبك. عامل ايه دلوقتي؟ والله ياما من ساعه ما اتجوز بقالي يمكن اربع اشهر ما شفتوش. هو اتجوز؟ يا الف بركه. وانت بقى مش ناوي تتجوز ومش تتلم بدل ما انت عامل كده لو الخراب العطلعه. يا دوب هو انت لسه ما نفذك ياما كده؟ لا طمني ياما ما انا جاي عشان كده. انا عايز اتجوز ياما. يا الف نهار ابيض. ده يبقى يوم المولى يا عبد الرحيم. يا الف نهار ابيض. انا بحب الاغنيه دي قوي يا كريم. وانا كمان بحبها موت. فاكره اول مره سمعناها سوا؟ طبعا لما كنا راكبين المركب وكنا كباب. ربنا يقدرني كده ويخلي حياتك كلها كباب في كباب. ربنا يخليك لي. المهم ان انت معايا. ان شاء الله اخليكي اسعد صوتك في الدنيا حبيب قلبي. ربنا يقدرني وخليك اسعد صوت في الدنيا. شيء ايه؟ لا 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 ما تتحركيش خالص، من هنا ورايح ما تعمليش أي شغل في البيت. طب والشغل يا سمير؟ لا ولا يهمك، وكمان أنا بفكر إنك تاخدي إجازة من الشغل. إزاي بقى؟ ده إحنا مش أول ما هيتي دلوقتي، ده إحنا داخلين على مستشفى ولادة. ولا يهمك. تدبر إن شاء الله. إيه رأيك ياما في البنت سعدية؟ سعدية يعني إيه؟ سعدية يا بنت الحاجة طولي. لا لا إيه؟ دي البنت دي ما تنفعش خالص يا عبد الرحيم. ليه ياما؟ إيه؟ ده أول الدنيا ما تضلل تخش أوضتي وتروح قافلة على نفسه وفاتحة التلفزيون كده ومتفرجة عليه. يبقى بلاش منها دي. يعني عايز واحدة ما تتفرجش على التلفزيون، تتفرج على الراديو. طب إيه رأيك بقى إيه في البيت زوبي؟ لا لا إلا دي. مالها كمان؟ ما تروحش سينة؟ أي ما تنفعش وخلاص. ما تفهمين يا أمه. ايه اللي بيجرى في البلد من وراي؟ ايه بالعباره كده بقى تحط البتاع الاحمر دي في ايديه. الاحمر. طب اتجوز مين يا عم؟ اتجوز شيخ الغفر. عروستك موجود. موجود يا عبد الرحيم. اني حجزها لك. هي مين دي؟ نجفي. نجفي يا بنت خالك. نجفي هي البت دي كبرت. كبرت واتدورت وبقت نجفه بصحيح. اللي تشور عليا بيه يامه وهي ما ينفعش في الجواز الواحد يعلقها. في فوق المسافرين. الله يسلمك. الف مبروك. الله يبارك فيك. يا ترى هسام المبروده ايه؟ في الحقيقه احنا لسه ما فكرناش. ايه رايك يا كريم؟ الاسم اللي تختاره يا حبيبي. ايه يا اسمه يا جماعه؟ لا انتوا اللي تختاروا، احنا مالناش دعوه. مالناش دعوه ده ايه؟ تستنى على اسم ستها. ستها؟ ايوه ستها، ولا وحش اسم ستها؟ نصبر؟ نصبر؟ لا طبعا. نعم يا اخويا. لا ده ايه؟ وانت مالك ومن الحاجات دي؟ مال يعني ايه؟ الله دي بنتي. طب ما هي برضه بنت بنتي يا ماما. يا جماعه يا جماعه رحيم الله. لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله. انا قلت كلمه هي الكلمه. وانا فاهم مش عايز اسمي بنتي نظره. سامعه يا كريمه؟ جوزك بيستعرض من اسم امك. يا ماما سمير مش قصده. لا لا قصدي قصدي انا يا كريمه. انا استحملتها كتير قوي. بس بقى. طب
طب ما تختار انت اسم وتخلصينا من اللقطه دي. انا مش فايقه الاسامي دلوقتي يا بابا. طب انا عندي حل يا ابن الطرفين. ايه رايكم نسمي البنت نامي وندلعها على قدها هي نازله؟ يعني خلاص اخترتوا الاسم؟ لا دي بنت بقى ولا حر فيها، اسميها زي ما انا عايز، هسميها نعم. عروسه زغرت لنفسها. يا اخويا انا وانا كنت رايح حد زغرت لي وكلمته ولا فتحت بقي؟ وانت يا بنتي ما تبعديش زغرت لي بقى، ده قعدوا يزغروا ولا بتوع الانتخابات. يا اخويا انا لازم بقى اخش الدار دي بقف مع زغرتك اولا، والا مالاش داخله هيبقى فال وحش يا اخويا، امي قالت لي كده ومش داخله بقى. مش كان من اولها؟ خليك في الشارع. طب اجيب منين دي بقى حد زغرت لي؟ هو انت بقى اللي هتعمل فضايح دلوقتي. يعني انت عم تضغط وتجيب لي حد يضغط، ده كلام ده برضه يا عبد الرحيم ده كلام. خلاص خلاص زغرت بس بالراحه عشان السكان احسن يضربوني. انا بقى ده الجهاز معلش. ايه اللي بيقول ده؟ الجهاز اللي احنا بنظبط. ايه اللي بيقول ده؟ صغيرين رجاله ولا ايه؟ ايوه انا بتكلم يا اخي. قول ايه؟ ما تاخدوها وتريحوني منها. ايوه انا هاخدها، تعالي نقعد لوحدنا. مين بقى اللي هياكلها؟ يا وحش انت، خدي المشروب. ايه انت وحشه بقى. اه والحريم اتلموا على بعض يا سيدي. الى ربات البيوت. ايه ده مشروب ايه النيله ده؟ يا اهلا يا عبد الرحيم. اهلا بيك يا ابو سمر. اخبارك ايه وعامل ايه؟ والله تعبان يا ابو سمر. يا راجل ده انت حتى اتخنت ورب في الجواز اهو. لا الجواز مش تعبني، انا مشاكلي اكتر من كده بكتير. خير يا عبد الرحيم؟ البرامج التعليميه. الايه يا عبد الرحيم؟ البرامج التعليميه اللي بيقدموها في التلفزيون. مالها يا عبد الرحيم؟ هتوقف حالنا يا ابو سمر. العيال بدل ما يجوا ياخدوا دروس خصوصيه بيقعدوا قدام التلفزيون. يا عبد الرحيم انت الحته يا لفه. ما تكتبنيش يا كدي. ارجعي تتعشى. اتعشى تاني؟ وماله اتعشى تاني فيها ايه يعني؟ يو. يو. ايه؟ هو حد هيحطها على ايدي يا وليه؟ وماله يا كدي؟ تعالى تعالى لما اقول لك. استنى. على يا وليه. قصه يا وليه قصه يا وليه. امال لو عندكم ثلاث اربع عيال كنت عملتوا ايه؟ كنت خدتهم بقى على باب السيدة وشحت بيهم. الواحد مش عارف اخرة الغلا ده ايه. واللي غايزني بقى ان كل حاجة بتغلى ما بترخص تاني ابدا. انا تعبان
عبد الرحيم تعبان فعلا. انا دوب اخد المرتب كل اول شهر، مفيش اسبوع يعدي استنى على ميجا اول شهر. ايوه وكريم اخرى واخده اجازه بدون مرتب، يعني مفيش ايراد زياده وطلبات البيت ما بتخلص، وكريمه نفسها طلباتها زادت، مش مصدقه اني معيش فلوس. تخلص ده فور يابا، غول فتح بقه ما بينسدش، ده حتى بتاع اللبن الله يخرب بيته كل شهر والتاني يزود كيلو اللبن ربع جنيه. انا صعبان عليا اسيب مراتي وبنتي وبلدي واسافر اشتغل بره. لا ما تسافرش، انت طول عمرك مش غاوي حكايه السفر دي. بقول لك ايه، ما تيجي تشتغل معايا. اشتغل معاك فين؟ في البيت عندي. انت كل يوم بعد ما تخلص الشغل بتاعك تروح وتتغدى تاكل لك لقمه كده وتريح بتاع ساعه، وبعد كده تنك جاي وجاي عليا تفقع لك كام حصه للعيال اللي هم منك تساعدني ومنك تحصل لك قرشين حلوين كل شهر. لا يا عم انا مش غاوي تدريس. هو انت هتدرس الجامعه؟ انا هعلمك ازاي تدي العيال دروس خصوصيه بدون اي مجهود او تعب. لا يا عم اطلع لي واد مخه غبي اتنرفز اضربه اخش قضيه. امال انت عايز تشتغل ايه بالظبط؟ شوف انا بفكر في فكره لو نجحت جايز تحليل المشكله. فين هنا؟ فين المفاجاه؟ قصدك ان عايزينه واول ناس هتركبها انت وفاتن. كلمت يا حبيبي. الله يبارك فيك. لا قلعة ولا لابسة يا حبيبي، إلا 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 عربية عطلانة. مع السلامة. باي باي. لما فضحنا قدام الجيران. ماما وطي صوتك شويه يا ماما، فضحنا في ايه بس؟ اكتر من كده فضيحه يا بنت، لما تيجي معاها راكبه التاكسي لحد بيت ابوك الجيران يقولوا علينا ايه؟ بنت عبد المقصود ابو طاقيه اتجوزت سواق تاكسي عشان خاطر يكون البسها. ايه؟ ما تلبسيش ليه يا نظمه؟ البس ده انا البس منخل واحطه على وشي من كسوف قدام الجيران. ايه يا بنت؟ ايه؟ ده بدل ما تقول لي الولد وتقول له مبروك. هقول له مبروك. هو انت فرحان يا عبد المقصود؟ فرحان اني جوزت بنتك بسواق تاكسي؟ ايوه فرحان ومبسوط، ماله؟ واد شاطر وجدع، اشترى عربيه ودافع المهدم، وربنا يقدره ويكمل الباقي. ايه كتر خيره، بيقبل مستقبل بنته، ايه حرام؟ ده غير انه موظف محترم في الدوله. دوله؟ شلاه يا دوله، شلاه يا بيه يا بيه، يا بيه يا ابو مركز، يا ابو مكتب. انما اسكتي بلا مركز بلا مكتب بلا نيله. يا ابو ضحكتي من اول ما شافوني يا بوليس النهار. وانا يا طرزان ما عنديش حتى عجله في جدون، ده غير ثلاث شحوطه واقفين لي تحت. ايه يا جماعه؟ مش يلا بينا بقى علشان نتفسح شويه؟ يا اخي التاجر انت لخر. الحمد لله. اخش بقى انام لي شويه قبل ما انزل اسوق. سمير. سمرتي. ايوه يا روح. معلش نسيت اقول لك على حاجه. بعدين بعدين انام شويه وبعدين اقوم نتكلم زي ما انت عايز. لا لا معلش معلش انا مش عاوزاك تنام. مش عاوزين انام؟ طب امال انزل الشغل ازاي؟ والقسط بتاع العربيه. معلش يا حبيبي اصل ماما مستنيانا. مستنيانا فين؟ في البيت. في البيت؟ اه. ليه خير؟ اصل سعاد بنت خالتي ولدت فلازم نروح نقدم لها الهديه وننقطها. وانا هروح معاكم؟ طبعا يا حبيبي. طب ليه؟ الا ليه؟ عشان توصلنا بالتاكسي. اه صح. طب بس انام شويه حتى على الاقل عشان اعرف اسوق. يلا يلا بلاش كسل، انا قلت لماما ان احنا هنفوت عليها الساعه 4 عشان نلحق نروح ونرجع قبل الدنيا ما تضل. مش معقوله ماما هتركب تاكسي غريب. يا بنت خالتك دي ساكنه فين؟ نزلت السمان.
اوه نزلت السمان. معلش يا حبيبي مش لازم تنام النهارده، نام بكره. حاضر يا ستي توكلنا على الله. لبسي البت. حاضر. بقول لك ايه يا عبد المعصوم؟ ايوه. قول لجوزبتك يفوت علينا بكره. ليه؟ عشان هنستلم السخان الجديد بكره. طب هو ماله؟ ماله ازاي؟ امال مين اللي هيوصلنا؟ طب يا ست ما تشوف اي تاكسي تاني بدل ما نعطل الولد معانا. وتشوف تاكسي ليه واحنا عندنا التاكسي يا عبد المعصوم؟ صحيح. ما يصحش. انت مش هتقوم تنام؟ لا. لا ليه؟ بكمل صفحة الحوادث. حوادث؟ في حد في الدنيا يقرا صفحة الحوادث قبل ما ينام؟ قال أصل في واحد قتل مراته. دكتور شاطر بره وابعد. أنا بقى عاوز أعرف قتلها إزاي؟ وده ايه يا حبيبتي الكام ده؟ 48 جنيه. ايه؟ غالية يا ماما قوي. انت مالك انت خضيتي كده؟ ايه؟ خلي ولدي اهو. سمير. شكرا. عفوا. خليك واقف هنا ما تعملش زي المره اللي فاتت وتخلينا ندور عليك. دقيقه واحده وهنرجع على طول. يا اخو تقدر تقول لي كنت بقيت ليله امبارح؟ في البيت طبعا. قصدك في اوضه الصالون؟ الله يا كريمه قالت لحضرتك؟ لا قالت له هولاكو. هولاكو؟ ايوه حماتك يا مغفل. يا خبر يا راحت ما شوف بقى ايه اللي هيجرالك. ضيعت نفسك أورطة. بلاش عيب عليك يا راجل تشخط في وش البنت وتخليها تبقى معيطة واخرتها حضرتك تروح تبات في الصالون. ما انا كمان وسط اتخلع من نونة الارض. يا كابتن يا كابتن اجري بسرعة اجري بسرعة صالح البنت قبل ما تقابله النار وتحكي لها على كل حاجة والله تخرب بيتك. فاهم ولا لا؟ مع السلامة. الله يسلمك يا بابا. مع السلامة. الله يسلمك يا ناصر. يا مع قلب سلامة. الله يسلمك يا عم منصور. مع السلامة يا سواق المحزة. أنا موت وسم اللي يحفظ صمت. لأن في فرق بين البني آدم والبغبغان. لو كل واحد فيكم صحصح للدرس وركز شوية هيلاقي إنه حفظ الدرس من غير صمت. مفهوم؟ خليكم زمان. إيه إيه إيه؟ في إيه يا ندم؟ العيال اللي بره. مين؟ قلقانين؟ راجعين ليه؟ مش هما اللي قوم بدري؟ يو مش انت اللي قلت لهم ما يتاخروش؟ ما اتصرف معاهم يا ندى في ورايا درس. هتصرف انا دي وهعمل لهم ايه؟ طب اسمع اعمل لهم شو دور شاي؟ دور شاي؟ ايه؟ ما كانتش الكلام من شاي دي واحنا فين في الدوار؟ خدي اديهم التمارين دي يحلوها. تمارين؟ اه خلاص خلي التمارين عليا انا فهمت كل حاجه. هي كويسه قوي بفهم يعني. فزي ما قلت لكم
انت يا بنت ابوك اللحمه اللي جابها الاسبوع اللي فات كانت جبلي. ايوه يا اختي اسم الله عليك، اهو ده مستقبلك الحقيقي يا حبيبتي. اسم الله عليك يا اخويا برافو، انت يا رب تحش الفقره كده ليه؟ خفينك شويه يا اختي. اسم الله عليك، بتعمل ايه يا بنت؟ بذاكر يا ابا. بتذاكر يا اخويا؟ بذاكر. قوم يعني امكم قوم طيب ان شاء الله الله يسيئك، يلا اتكل على الله كده اهو. برافو، يلا يا اختي انتوا عندنا غسيل. سمير مساء الخير يا كريمه. مساء النور، وحشتني قوي. بقول لك ايه، فات النام. نام انت؟ احضر لك العشاء. هنا لو سمحت. نعم هنا. حاضر. شكرا. شكرا. سلام يا برنس. هاني اطلع يا اسطى. ايه على فين؟ الالف مسكن. حاضر. الحمد لله. تسلم ايدك يا كريمه. بالهنا والشفا. سمير. ايوه روح. انا كنت عايزه اتكلم معاك. طيب اروح انام شويه بس وبعدين نتكلم. انت هتنام وهتنزل على طول. طيب لما ارجع بالليل. ما انت بترجع بالليل حمدان وتخش تنام زي القتيل. انا تحت امرك يا روحي. خير؟ انا حاسه بملل. بإيه؟ بملل واكتئاب كمان. من إيه؟ من إيه؟ من العيشة اللي إحنا عايشينها دي. روتين على طول، لا بنخرج، لا بنتفسح، لا بنروح أي حتة، مفيش أي تجديد. ما هو ده وضع طبيعي طبعًا، لأنك أنتِ دلوقتي ما بتشتغليش، وبعدين أنتِ واخدة إجازة وضع. الوضع كله مزهقني. تضحك على إيه؟ ما هو أنتِ بإمكانك إنك تسلي نفسك، تقري مجلات، جرايد، كتب، تتفرج على التلفزيون. أنا حفظت التلفزيون، حفظت كل المسلسلات اللي في التلفزيون. زهقت من عالم البحار والحيوان دي. طب اعمل ايه؟ ما انت عارفه ورايا كمبيالات وصاد، يعني لازم اشتغل ليل ونهار عشان اسددها. يعني اتحرق انا بقى لحد ما تخلص الاقساط بتاعتك دي. هو انا يعني بلعب؟ مش بعمل ده عشان نكافح كلنا ونكون نفسنا؟ انا زهقت من النغمه دي. يعني ايه؟ يعني ما بقتش عارفه انت متجوزني ولا متجوز التاكس؟ في حد في الدنيا متجوز تاكس يا كريمه؟ يا انا يا التاكس. ايه؟ اختار لك خيره من الاثنين. يعني ايه؟ يعني شوف لك بيع التاكسي بتاعك عشان احس بقى اني متجوزه. كريمه لا 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 لا، الكلام ده كبير قوي يا كريمه، كبير قوي. بعدين انا شارم ريحه مصله في الموضوع. نعم. ايوه، مين اللي مالى دماغك بالكلام ده؟ محدش مالى دماغي، انما زهقت وعايزه اشوف لي حل. ايوه هي ريحه مصله، هي ريحه مصله، بس انا بقى ما اقدرش ابيع التاكسي. يعني مش عاوزني؟ انا عاوزكم انتوا الاثنين. انت مراتي حبيبتي، والتاكسي ده مستقبل لينا مع الوظيفه. انا مش عايزه مستقبل. وانا ما اقدرش ابيع التاكسي، حتى لو فكرت اني ابيع التاكسي ما اقدرش ابيعه لاني لازم اسدد ثمنه الاول. وانا زهقت بقى من العيشه دي. وانا زهقت من الدنيا دي كلها واللي فيها. يعني ايه؟ زهقت مني؟ بتكرهني؟ طب ما دام بتكرهني ما تروح تكلمت لك واحده ثانيه. قوي 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 قوي. اوكي كده. ايوه انا اول ما اسدد ثمن التاكسي هروح اتجوز. كده ايوه. طب ما تروح تتجوز بقى، لم المواعيد دي كلها. امشي جوه.
كريمة الريحة. أهلا يا ماما. لا أهلا ولا سهلا. مالك؟ قوليلي عمل فيك إيه الواد ده؟ مفيش حاجة. إلهي أشوف فيك يوم يا سمير يا ابن أمه. هي أمه اسمها إيه؟ صباح الخير. إيه يا ابني؟ هو كل ما أشوفك أحب بيتدور؟ صباح الخير يا أبوي، صباح الخير يا حبيبي. تقدر تفهمني إيه اللي حصل ده؟ والله ما أنا عارف عمي. يا ابني بديلك سايس ونورك. أنت ناوي تعرق دمي؟ وأنت ذنبك إيه بس يا عم في الموضوع؟ ذنبي إيه؟ إيه؟ ما كنا حاجة بتحصل عندكم كده على دماغي إيه؟ يا حماد قالت لك؟ أمال إيه يا ابني عاملني إيه؟ أنا طول عمري أقول الجوازة دي مش دافعة. أنا كل اللي غيرني يا ماما إن كل ما نتخانق مع بعض أبص ألاقيه شايل المرتبة على كتفه ورايح بيها أوضة الصالون. يا حسرة قلبي. ما هو له حق يغيظك، شايفك ملهوف عليه. الله بقى، ما هو جوزي برضه يا ماما. جوزك بالكلام وبس، ولما تدوري عليه تلاقيك مجرب. عاملة زي اللي مستنية تاكسي، وأول ما يجي تلاقيه رابط الفوطة الصفرا. يا حسرة قلبي على دي جوازة. كله من أبوكي، هو اللي كان موافق عليه في الأول. العمل إيه دلوقتي؟ أنا مش هرجع له البيت أبدا. اوعي ما تخضبيش وتسيبي البيت. يعني ايه؟ اصالحه؟ اوعي تصالحيه، ده لما جت بالظروف ما ينفعش معاه الا العنف. الله، يعني هضربه يا ماما؟ اضربيه بالكلام التقيل، اطلبي منه الطلاق. ايه؟ الطلاق؟ ايوه، انت هتقولي له كده وبس. احدده يعني؟ ايوه، عشان يبطل يجرس. مفيش حاجة تهدد الراجل وتخوفه إلا كلمة الطلاق، وخصوصا اليومين دول. حاكم يا بت اليومين دول بعد ما طلع القانون الجديد وأزمة السكن والمعيشة خلوا الراجل يفكر ألف مرة وبعدين يسلم ويمشي على عجين ما يلخبطوش. طب جربي كده، إن ما كانش هيتهز وينخ ويرجع لك مزلول تبقى لك الكلام، وساعتها عمره ما هيجرش تاني. اسمح تطلقني؟ ايه؟ طلقني. الله 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 الله، انت جننتي؟ لا انا عاقله جدا، ومن فضلك ما تلبخش. الله، انت ايه اللي بتقوليه ده؟ بقول لك اللي سمعته، ما دام بتكرهني وما بقتش بتحبني وما انتش طايق البيت يبقى نتطلق احسن. لا لا لا، انت اكيد جننتي. من فضلك اسمعي بقى، انا خلاص مليت دوشه وخناق ونقرت النهار. اكيد حماتي كاتبه النهارده او انت اللي رحت لها، اكيد هي اللي شغلتها نار. بقول لك ايه، اوعى تجيب سيره ماما. وانت كمان ما تجيبيش سيره امي. انا ما جبت سيره امي. ما علينا، خلينا ننام بقى شويه. خلاص، طب ما دام مش طايقني ولا طايق حاجه في البيت ما طلقني يا اخي. يا كريمه بلاش تسيلي اعصابي ساعه الدوريه بالذات، انت عارفاني اعصابك. انت كل اللي يهمك انك تنام وبس. طب خلاص، ما تريح نفسك وطلعني. اوه يا كريمه، انا مش في وعي دلوقتي، سيبيني انام. ما تنام، انا ماليش دعوه بيك. طب خلاص بقى، سيبيني انام دلوقتي. وعيدك دي، طلعني الاول وبعدين نروح نام. حاضر، اول ما اقوم من النوم هبقى اطلعك. انا مش تحت امرك عشان استناك. انت عايزه ايه دلوقتي؟ تطلعني وتسيبيني انام؟ ايوه كده. ايوه انت طالع يا كريمه. خلاص استريحتي؟ مبسوطه يا ست هانم؟ ايوه مبسوطه، مبسوطه جدا كمان. عليك Thank you.
اهلا يا كريمة. ازيك انت؟ ايه عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ما بين سمير؟ تلاقيه عنده بندرة. انت ما طلعش معاك ليه يشرب معانا الشاي؟ تعالى. خافنا نقول له ودينا مشوار ولا حاجة. وانا بسألك ولا بسألها؟ انا ما جيتش معاه، انا خدت التاكسي لوحدي. سمعت بودانك؟ حتى مراته مش عايز يركبها ببلاش. في حاجة يا بنتي؟ سمير طلقني يا بابا. يا خرابي. اهلا وسهلا يا استاذ سمير، اتفضل. عبد الرحيم موجود؟ ايوه موجود، اتفضل. وازاي الاموره الصغيره كده وازاي الست كريمه؟ مش بخير برضه؟ اهلا يا سمير. اهلا. ازيك؟ يا سمير خشي خشي خشي. انا عايز اعرف انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ امال عايزاها تعمل ايه؟ ترقص 10 ليالي؟ ده احسن خبر سمعته في حياتي. اعوذ بالله. بركه اللي خلصنا منه، بس وحياه امي ما حفظتهاله. اما خليته ياخد هدومه ويرحل. يرحل ازاي يا ولية؟ زي كل الناس. هو مش صلاها يا عبد المقصود؟ خلاص يبقى البيت بيتها والشقه من حق الزوجه. ازاي تعمل كده يا سمير؟ بالسهوله دي تطلق مراتك؟ هي سبب في كل اللي حصل. افرض انها غلطت، ما تعمليش انا اي اعتبار. انا خلاص زهقت، كل يوم خناق وخصام ومشاكل، لا عارف ارتاح في بيتي ولا في شغلي. انا خلاص انا زهقت من حياتي كلها. يعني ايه؟ يعني اللي هي عايزاه هنفذه لها. ما تنساش انك بتكلم ابوها يا سمير. لا مش ناسي، بس ابوها كمان كان لازم يعرف ان عنده بنت متدلعه، ما بتسمعش غير كلام امها وبس، ما بتقدرش تتحمل مسؤوليه. قالت لي طلقني، طلقتها. عاوزين مني ايه تاني؟ مش عايزين حاجة. سلام عليكم. الله الله الله. على فين يا استاذ عبد المقصود؟ ده انا عملت شاي عشان تقعدوا تتكلموا على راحتكم. لا احنا اتكلمنا بما فيه الكفاية. الاستاذ سمير قال كل اللي عنده. لا لسه ما اتكلمتوش ولا عاوزين يتدخل. جرايه يا سمير، ما تصلي على النبي. امال روح انت اغسل وشك كده وروق. امال لغاية ما الاستاذ عبد المقصود يشرب الشاي عشان تروح تجيب مراتك وبنتك. اشرب شاي يا مقصود، اشرب شاي. اشرب. بعد اللي عمله ده ولسه بتدافع عنه؟ يا وليه اهمدي شويه عشان نلم الموضوع. قومي كريمة يا بنتي، قومي يا كريمة يا بنت، ربنا يهديكي. قومي غيري هدومك والبسي عشان تروحي مع جوزك. لا انا اروح معاه؟ مش ممكن ابدا. سمعت بودانك ولا نقول كمان؟ هو مش بسلامته نام عليها اليمين؟ خلاص يعمل راجل وبعت لها ورقتها. يا ست اتلم انت. هي يا صاحبة الشقة سيبيها هي اللي تتكلم. ماما كلامها صح، ما دام طلقني يبقى مش عاوزني، وانا كمان مش عاوزة. انت عملت اللي عليك يا استاذ عبد المقصود، واحترامي ليك بس هو اللي جابني هنا. يا ابني يا ابني، عشان خاطري بس اديها فرصة لحد النفوس ما تروق. طول ما الموضوع ده مستمر عمرها ما هتروق. عموما انا هنفذ لها كل اللي هي عايزاه. تتفضل معايا على المأذون وانا هطلقها هناك رسمي. منها لله حمدك. خرجتها بعد ما قتلها. ما اخرب بيتك يا استاذ نصر. الحق مش عليها ايه؟ الحق على بيتها الفرصه. لا برضه يا سمير، كريمه معذوره وما المكان دي امها. يعني ايه امها دي بقى؟ وهي يعني عشان امها تكذب عليها وهي برضه توافقت؟ مالك انت وانت مالك انت؟ سيبها تتكلم. عندها حق في كل اللي بتقول. لا ما هو مش عاوز اتلبخ في الكلام. انا مش قصدي، هو معقول برضه اقومه على كريمه؟ انا بس حاسس في نفسي اللي بيحصل ده. دي الست منه ملهاش الا جوزها. ادي كلام الست العاقله اللي عايزه تعيش، لكن هي امها عندها اقل من اي حد. امال هي جامعه ايه ووظيفه ايه؟ المدارس والجامعات بيعملوا ايه؟ ولا برضه مفيش فايده؟ تقلب القدر على امها تطلع بنت امها. هي بتحبسيني ليه؟ بتحبسيني ليه؟ ده صاحبي صاحبي، واللي يعمل فيه اي حاجه يبقى عدوي. قومي هديله جلابيه عشان يغير. لا هقوم اروح. لا تروح ده ايه؟ تروح ده ايه؟ انت تروح في الجو المكرم دي؟ انت هتبات فين انت؟ روح انت حضر العشاء وانا هجيب له جلابيه. حاضر.
البيت يا نصر. ده كان زمان. الشقة دلوقتي مش بتاعتك. يعني ايه؟ يعني دلوقتي مش هتقدر تعتبها. الشقة من حق الزوجة. مش يمنعوك من دخول الشقة. أنت طلقتها طلاق دائم؟ لا، طلاق بعيد. عظيم، يبقى الشقة من حقكم أنتوا الاثنين. مش قلت لك؟ أصله كان عايز يطلقها طلاق نهائي. لا، في الحالة دي بتبقى الشقة من حق الزوجة لوحدها. تبقى أنت كده في السليم، مش هم ياخدوا الشقة وتروح أنت في كاليتشا. دي بقت موضة يا متر. كل ما واحدة ما تتخانق مع جوزها تهدده بالقانون عشان يمشي على الحديد ما يلخبطوش. الإجراء الطبيعي اللي ممكن يعملوه انهم يستصدروا قرار من النيابه بتمكين مطلقتك من الشقه. يعني هي دلوقتي كل اللي يهمها انها تاخد الشقه وبس. اخسر. وحيث ان الماده الرابعه من القانون 44 لسنه 1979 تنص على حق الزوجه عند طلاقها اذا كانت هاضمه بالبقاء في العين المؤجره على نهايه الاجل المنصوص عليه في تلك الماده، واوجبت على المطلق أن يوجد لمطلقته سكنا مناسبا تقيم فيه مع محظونها، وإلا كان على المطلق ترك ذلك السكن لها. لذا قررنا ما يلي. إزاي الكلام ده؟ يعيشوا في شقة واحدة وهما مطلقين؟ والله إذا كان عاجبكم. يعني إيه يا عبد المقصود؟ يا ستي وأنا مالي؟ الله، هو أنا اللي أصدرت القرار؟ يعني يعيشوا مع بعض وهما متحرمين على بعض؟ يعتبروا نفسهم جيران. ولا حتى جيران. ده الجيران بيخافوا على بعض، لكن احنا مش هيكون لنا اي صلة بيه. لا بقى، مش هو اتحدانا؟ انا هطفشهم الشقة، وحياد ده يكون مطفشاه، ما كنتش راضة ان كنت اوريه. الله بقى، واحنا مالنا وماله يا ماما؟ لا مالنا وماله ازاي؟ هي امك هتحمد لما صورنا قتيل في الشقة؟ ولا ايه يا بنتي؟ ايه؟ هي دي الشقة؟ ايوه. خش. متأكد؟ خش عشان تعبت قوي. انت تعبت؟ خش. طيب اخش. طب خلاص. خد شمالك. شمالك فين؟ شمال فين؟ هنا اهو. هنا على طول. خش. ايه؟ شمال بقى فين؟ الصاله. امال احنا فين؟ الصاله عبد الرحيم. البطاعه عندك هنا. اه ده انا تعبت يا اخي. ايه تعبت من ايه؟ تعبت من ايه؟ يا جدع روح بقى، ده الشغل مع العيال احسن. احسن بلا كل واحد يتلم ويخليه في حاله احسن. وحيميها. يا حبيبي. يلا. يا صبركم بالله بس. صبركم. ماما استنى. والنبي يا بابا اتكلم معاك. استنى واحدة. استنى واحدة. روح يا بابا. والنبي. ايوه بتاعتي. نعم يا ابني. عايز الهدوم بتاعتي. الهدوم بتاعتك؟ ايوه. حاضر. هجيب لك الهدوم بتاعتك. بسرعة يا مقصود. خلاص انا مش قادر. يا ابني على مهلك. عليا. سمير عايز هدومه. هنبعتهم له على طريق المحكمة. ومئات الهدوم يا كريمة. حاضر. انا هجيب له كل حاجة ومش هخليه ولا حاجة هنا في البيت. طيب. حاضر. تعديتي منها. ما انا عارف. ولا عندي. شوف ادفع ده العد. شوف كم عمود. ولا عندي. كم كلبية وادي عندك بنطلون. خلاص. مش عايزة ولا حاجة. اقعدي تعملي معروف. اقعدي انتي. اتفضل يا سي بابا. طيب ما تشوفيش. خلاص. اتفضل خد الجزمة بتاعته. وانا مش عايزة اشوف حاجة. خالص خالص خالص. حاسب يا ابني دي الجزمه بتاعتي. ما انا سايب لك فينيليتي كمان. ايه
كده يا بني ادم انت؟ ساعتك هتنزل هنا وتمشي لاخر الشارع. انت هتنزلني على مزاجك؟ معلش، اصل الشارع ده مليان مجاري وانا ما اقدرش اخش فيه. هتخش فيه غصب عنك. وبعدين بقى يا عم اتكل على الله خلينا نروح ننام. اتكلم باحترام، انت مش عارف بتكلم مين؟ لا والله يا سعاده الباشا. انزل اعرفك انا مين. معلش، فرصه تانيه ان شاء الله. الاوبر لو سمحت. ولا مليم. ابقى عرفت الكلام ده. استني يا اخي، استني. طب بسرعة عشان عايز انام. طب ما تنام وحد عايزك. ما اعرفش انام وصوت الدبابه ده عمال يدب فوق نافوخي. يعني بلاش تغسل هدومنا. في حد يغسل هدومه الساعه 3 الصبح يا نازله؟ احنا حرين. وانا كمان حر. ده بيتي وعايز استريح فيه. بيتك؟ ايوه بيتي. ايه يا ماما في ايه؟ خش يا بنت جوه ما تتكلميش مع حد غريب. مش قلنا بلاش غسيل بالليل؟ انا ما اعرفش اغسل الا بالليل عشان غسيل يلحق ينشف. واللي مش عاجبه ندور له على شقه. ربنا ناشف ريحه محور ادم يا رب. معلش يا سمير اخويا، استحمل لغايه ما الجمعه تزول. مغفل انا؟ لا انا كنت فاكر اني هتجوز واستقر واحس بالسعاده الزوجيه. معلش، مفيش حلاوه من النار ومفيش حد يدوم. مين عارف انك ربنا يفتكر حماتك وترتاح. قوم بينا قوم بينا، يلا بقى نروح سوا. نروح سوا؟ ايوه، ندى عزمك النهارده على الراجل. قلت لكم ما تحملوش هم عبد الرحيم. انا بعرف اتصرف. جدك خيبه بخيبتك، وانا مش عارفك. ده انت ما تعرفش تعمل لنفسك كوبايه ميه ساقعه. دلوقتي بعرف، ولازم اعتمد على نفسي واعيش حياتي في البيت زي اي حد. بقت بعبع شفتي ولا شايف لك شفه ثانيه؟ ابدا، دي في نظري اجمل مخلوقه في الدنيا، ولا يمكن اعرف او افكر في واحده تانيه. بقول لك عاملها بالعين. انا قلت لك من الاول ما تديلوش فرصه. ما هو انا لو سبته هيتمدح زياده. يعني هنفضل كل يوم في مشاكل يا ماما؟ لا، وحياه امي لا اكون مربياها. دي كانت ساعه مزفته، ساعه منيله، يا ريتني ما كنت اتجوزتها. ايوه كده، ار واعترف يا ميه من تحت سيفك. حضرتك بتتنقم عشان اتجوزت بطه؟ ليه؟ مش قد المقام انت بتدفع حل الخساره يا خرجة بحياتي. ارميني لتاني شويه. اسمع صلي. اقدر افهمك ايه الحكايه؟ اديني فرمت. مش معقول اللي بيحصل ده. مش معقول اجي اقعد معاكم على طول عشان افوت المشاكل اللي بينكم. والله الكلام ده بقى تقوله للمدام. مدام؟ اي مدام؟ مدام فاطمة. تاني تالت والباقي اصغر. انا معاك انها الباقي اصغر وهي الصدمه، بس خليك انت العاقل. وانا من جهتي انا نبهت عليها، وان شاء الله مش هيحصل مشاكل بينكوا ابدا. لما اشوف عبد المقصود. قلة
بتعملي ده يا ماما؟ ايه؟ الحق عليا اللي بعمل لك كفتة. الصبح نحطها في المفرمة. مفرمة بايظة، نسيت اديها لابوكي يصلحها. ربنا ما يحرمنا من ابوكي. خشي يا بنت نامي خشي. سمير نايم. لا 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 لا، كنت خطفت الهوم من ايدها ونزلت على دماغها لغايه ما خليته كفته. يبقى هاخد فضية بقى واخش السجن. خلاص. مش هما بيقرفوك عشان تسيب الشقه؟ انت كمان تقرفهم لغايه ما يسيبوا البلد بحالها. في مين؟ هات البيت. سعيدة يا ماما. أهلا يا حبيبتي. ها فاتن عملت معاكي إيه؟ ولا حاجة، صحيت شوية ورجعت نامت. خدي بقى اتصرفي معاها عشان أنا نازلة. نازلة؟ راح فين؟ راح لأبوكي تعبان شوية وراح أشوف. بابا تعبان؟ يا أختي بتتخديش كده بشوية برد. ده كان هنا ونزل. نزل. طب يلا نروح له بقى. لا اوعي تسيبي الشقة، أنا نازلة أروح أشوفه وهرجع لك تاني. خشي نيمي البيت. حاضر. إن كان عليا أنا مش عايزة أسيبك لوحدك أبداً. أنا مش صغيرة يا ماما. وبعدين مش معقول تفضلي سايبة بيتك وبابا وتفضلي قاعدة جنبي كده. المهم تخلي بالك من نفسك. وما تنسيش إن معاكي راجل غريب في الشقة. غريب؟ أيوة غريب. وتقفلي عليكي باب أوضتك. ما تفتحهاش إلا عند الشديد القوي. اسمعي كلام أمك. أنت مجنون؟ مستعجلة إيه؟ ما الله إحنا لما نعرف الوظيفة أنا أولى بيك. ما انت قاعد بتنظم وقتك لغايه ما تقف على رجليك. ما هو بالوضع انا عمري ما هوصل لحاجه. انا من حقي يبقى لي شقه لوحدي، من حقي يبقى لي مستقبل واحس اني عايش. في نفس الوقت مش عايز اسيب البلد وهاجر. يبقى ما فيش غير حل واحد ومعقول جدا. انت تاخد اجازه بدون مرتب لمده سنه. مشيت ولعبه البليه معاك تمدها سنه كمان. انما تسالني دلوقتي لا.
راضي عن اللي بيحصل ده؟ عجبك العيشة دي؟ أنا مش عارف، مش عارف أنت عايزاني ولا لأ؟ ها؟ كرهتيني فعلا ولا لسه متأثرة بكلام أمك؟ أنت السبب. أنا؟ أيوة أنت السبب. حملتني واديت كل وقتك لشغلك، ما بقتش حاسس بيا أبدا، ما بقتش عارفة أتكلم معاك، ما بقتش عارفة أقعد معاك. أنا نسيت خالص إني متجوزة، وفي الآخر تطلقني. عملت كل ده عشاني، عشان أوفر لك حياة سعيدة، عشان أضمن مستقبل لبنتي، ما خلاش تحس بأي حرمان. أنا ما حبيتش حد غيرك فعلا يا كريمة. ليه تخلي حياتنا تبقى كده؟ ليه يا كريمة؟ وحشتني وحشتني وحشتني. أنا حرام على رصيف ولا إني أعيش معاكي بعد كده. ده كان ساكن فيه جماعه محترمين زيك قبل كده ولسه معزلين من يومين. وده بكام ده يا عم مغاوي؟ من غير فلوس، خلي عنك انت خالص. لا انت خالص. طب بالصلاه على النبي كده، عايزه باليوم ولا بالشهر؟ بالشهر طبعا، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يفرجها. عشان خاطرك انت بس ب60 جنيه في الشهر. ليه 60 جنيه ليه يا عم مغاوي؟ هنام هنا وادفع 2 جنيه في اليوم؟ الله. طب ايه رايك بقى اني احسن من لوكاندا؟ انت مش هتدفع في لوكاندا 5 جنيه في اليوم؟ ايوه بس الكلام ده في لوكاندا، انت هتشبه المكان ده باللوكاندا؟ انت بقى هتستريح هنا عن اللوكاندا، والجماعه اللي حواليك كلهم اخر راحه، لا حس ولا خبر. واحد غيري كان طلب منك خلو ورجل. خلو ايه؟ خلو ورجل؟ بس انا بستحرمه. شوف يا عم مغاوي، أنا مش هدفع هنا أكتر من 30 جنيه. شوف يا أستاذ، ولا يهمك، أنا بشتري راجل. بس في شرط صغير. إيه هو بقى؟ إنك تفضل حوش يوم الجمعة وتجيب الحاجة عندي. ليه بقى؟ أصحاب الحوش بيجوا يقروا على المصوم يوم الجمعة. الأمر لله. وكمان المواسم والأعيان وطلعة راجل. بعد كده هيكون الحوش تحت أمرك. وإن شاء الله يكون قادر تساعد عليه. متجوز؟ كنت يا عم غوري. معلش ادي حال الدنيا. لا ما دام لسه عايشه يا عم غوري. عايشه يعني؟ ايوه
هي عايشة صحيحة، لكن قلبها مات من زمان. تبقى مش عايشة يا ابني. سمير. سمير مين؟ جوزي وصاحبك. قصدي طريقك. ايه بتدور عليه ليه؟ الكروش ربنا عليه قضية جديدة ومش عارفين عنوانه؟ لا. مع اني هروح ما تروقش. اصله ساكن عند ناس طيبين. طيبين قوي. ما بيأذوش حد. ولا بيحاولوا ياخدوا بعض عشان اطماع. ومرتبة رخيصة. عاوزين منه ايه؟ يا ناس حرام عليكم، ما تسيبوه في حاله وخليه يعيش. عبد الرحيم، أنا برجعلك كأخ وكأعز صديق لسمير. أكيد أنت عارف مكانه فين. وأنت بقى جاية تدوري عليه. طبعا يا عبد الرحيم. وخدت إذن من أمك؟ إيه. لا مؤاخذة، أصل أنا راجل فلاح واللي في قلبي على لساني. خدت إذن من حكا نازلة؟ عبد الرحيم انا ما باخدش اذن من حد. والكلام اللي اتغير والغسيل اللي في نص الليل ودق الكفته عشان ما ينامش والمطبخ اللي اتحرم من دخوله والحمام اللي بيدخله بطلوع الروح. انا لسه ما خلصتش كلامي. انا مليان محب مفقوح عاوز افخط. ان الشال من دول يطلع الاتوبيس وحاطط عينه على المحفظه وانتوا يا دوب كاتب الكتاب وتحطوا عينكم على الشقه. واي حد يكلمكم الشقه من حق الزوج. اهو ساب لكم الشقه باللي فيها. عاوز اجيب ايه تاني؟ عبد الرحيم انا مش عاوزه شقه. ها؟ اوعى تكونوا حاطين عينكم على الحوش كمان. لا لا بقى، لا انت ولا امك ولا ابوكي الاهبل ده يقربوا ناحيه الحوش، لان الحوش مش من حق الزوجه. البيت فين؟ جاية تقري له الفاتحة؟ لا أنا جاية علشان أكلم. عرفت مكاني إزاي؟ أنا كنت بدور عليك في كل حتة ولجأت الأعز صديق ليك عبد الرحيم؟ أيوة مستني ومستني بره. بره؟ مش انت اللي طلبت الطلاق؟ وانت اللي لازم تنفذ كل اللي اقوله. جاي دلوقتي اطلب منك ترجع معايا البيت. وفرد دلوقتي ان امك لو رجعت قالت لي الشقه من حق الزوج. انا ماليش دعوه بماما. يا شيخه روحي. تتخانقوا وانتوا صوتكم الميت انت اصحى. حد يسيب القمر ده ويعيش في التراب. ترجع معايا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. فين الحوش اللي كان ساكن فيه الأستاذ سمير؟ لسه ساكن حالا دلوقتي. خد دول. ايه دول؟ اخلال أي حوش حالا، وما لقيتش شوف لأي تربة تهوى فيها. سجن دي؟ متكلمين عليها.